السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الخبر اللي معانا النهاردة، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف تفاصيل الخبر اللي معانا بتقول ايه. ألغى مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني، والاكتفاء بتوقيع الركاب على القيام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من الفيروس. وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي: بدأت السلطات الحجر الصحي بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا إلى المطار على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم الإخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء الاختبارات لفيروس كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم، وأن من يتم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسيخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل. وده كان الخبر اللي معانا النهاردة، وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.